ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور عمرو، بعد التحية، يعني في إطار إعلان الحكومة عن الصفقة الاستثمارية الكبرى، كيف ترى نجاح الحكومة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الضخمة؟ أولا مشكور عليك وعلى كل مستمعينك. فعلا الفترة الماضية بسبب التوسع في البنية التحتية، واحنا دايما قلنا هذا الكلام، يمكن البعض محتاج ان نعيده تاني ونأكد عليه، ان البنية التحتية العملاقة هي السبيل الوحيد لاكتساب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن الاقتصاد زي التورتة أو زي الكعكة الصغيرة، لو فضلنا نجيب مزيد من السكان ومزيد من القوى العاملة والتورتة ما زالت ضيقة، مش هنقدر نشتغل. احنا محتاجين نزود التورتة، محتاجين نكبر التورتة، محتاجين نكبر الكعكة زي ما بيقال، علشان يجي الاستثمار الأجنبي المباشر. ما فيش استثمار أجنبي مباشر هيجي إلا لو كان عندي زيادة وتوسع أفقي عشان يعمل لي زيادة رأسية في الاستثمار. وللدولة الحقيقة بتشتغل عليه منذ 10 سنوات. في العشر سنوات الأخيرة بنية تحتية عملاقة جدا، سواء في المطارات، سواء في النقل، سواء في المدن الجديدة، حتى المدن الذكية. يمكن السيد الرئيس تحدث عن المدن الذكية وافتتاح عدد من المدن الذكية. التنمية في كل ربوع، على سبيل المثال خلينا اديكم مثال سينا، على سبيل المثال في الفترة الماضية سينا تم انفاق عليها 700 مليار جنيه. انا مش بتكلم على مليون ولا ألف، بتكلم على 700 مليار جنيه. طبيعي جدا ان احنا ننفق على البنية التحتية، وعلشان كده النهارده الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويمكن احنا تاني يعني بتتراجع خلال السنوات الماضية، احنا تاني دولة في جذب الاستثمارات الأجنبية على مستوى أفريقيا، مع ان خلي بالك الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم وحركة التجارة الدولية انخفضت بنسبة 3%، لكن ما زلنا رغم الصعوبات الاقتصادية، وده اللي قاله دولة رئيس الوزراء، رغم الصعوبات الاقتصادية احنا ما زلنا دولة قاطبة للاستثمارات الأجنبية. طيب شفنا بالحديث نعم بالحديث عن هذه الثقة، يعني إلى أي مدى بتدلل هذه الصفقة على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري؟ شوفي، خلينا نتكلم على عدد الصفقات الأخيرة، واتكلم على الاستثمار الأجنبي. دولة الإمارات سمعنا يمكن على الصفقة الأخيرة للاستثمار الأجنبي المباشر بإمارات مصر، وبمناسبة حجم الاستثمار ده وصل ل 35 مليار دولار، وده رقم قياسي. لكن خليني اقول لك ان مصر طول عمرها كانت قاطبه للاستثمار العربي، يعني السعوديه زادت فيها الاستثمارات في مصر. الكويت كان من فتره طويله، يمكن من 20 سنه الاخيره، كان، ويمكن خليني اذكر هذا الرجل وهذا الاسم الخرافي على سبيل المثال، كان اكبر مستثمر ليس عربي لكن في مصر، وهو كويتي الجنسيه. الدول العربيه مرتبطه بمصر بشكل كبير، الدول العربيه وقفت جنب مصر في ازمتها، لكن اللي كان شحناه ان الاستثمار ببلاش. الدول العربية أو المسافرين، وزي ما حضرتك قلت المؤسسات الدولية، كل المؤسسات الدولية رغم الصعوبات اللي موجودة على مستوى التوفير الاستثمار كلها بتشير إلى أن مصر بالبنية التحتية اللي موجودة عندها ما زالت إحدى الجهات المستقطبة. ويمكن أنا مش عايز أذكر أسماء، لكن يعني أحد المستثمرين العرب مؤخرا يعني قال أن الاستثمار في مصر ليس منا، لكن إحنا بنحقق أرباح في هذه الاستثمارات. الاستثمارات اللي موجوده بالذات الاخيره اللي وضعتها دوله الامارات في مصر على سبيل المثال، كان معظمها في قطاع السياحه، ويمكن احنا عارفين ان دبي ودوله الامارات والشارقه وابو ظبي وكل هذه المناطق في دوله الامارات العربيه الشقيقه، اني بالمناسبه ولن اذكر هذا الكلام، قد يكون يعني هذا خارج السياق الاقتصادي، لكن دوله الامارات بترتبط مع مصر بعلاقات اكثر من متميزه، مش بس متميزه، يعني علاقات لم نرى ولا اعتقد لن نرى مثيل لها بين دولتان عربيتان. يمكن الشيخ زايد الله يرحمه قبل ان يتوفى وهو على فراش الموت، يعني وصى اولاده بمصر. فهذه العلاقه علاقه ليس لها مثيل، لكن رغم ذلك العلاقات الاخويه طبعا موجوده، لكن العلاقات الاقتصاديه واستثمار دولة الإمارات في مصر، ودولة الإمارات دولة مستثمرة بالمناسبة بطبيعتها، كلنا عارفين صندوق أبو ظبي واستثمارات دبي، كلنا عارفين أن هذه الدولة تستثمر فيما هو مجدي. فوجود دولة الإمارات في مصر أنا بعتبرها شهادة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. نعم، طب يعني كخبير اقتصادي، إلى أي مدى ترى أن هذه الصفقة ستحقق انفراجة في التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها الدولة؟ وفي أيضا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية اللي بتلقي بتبعاتها
على تقريبا كل دول العالم. انا مش عايز اقول انفراجه لان مش دي اللي هتعمل الانفراجه. مصر امامها انفراجات وليست انفراجه واحده، ويمكن دوله رئيس الوزراء اشار الى التعاون مع صندوق النقد الدولي. عندنا صندوق النقد الدولي، عندنا الاستثمار الاجنبي المباشر من عده جهات وعده دول وعده صناديق استثمار او مؤسسات دوليه. هذه الصفقه سوف تساهم في دخول نقد اجنبي لمصر، لكن الاهم يا سيدتي الفاضله ليس النقد الاجنبي ولا الاموال، المهم التشغيل وفرص العمل. بالفعل فرص عمل، وده المهم في قطاع السياحه بالذات مع الخبره الاماراتيه الكبيره جدا. يعني شفنا دبي، شفنا ابو ظبي، شفنا الشارقه على سبيل المثال، لديهم الكثير من المشروعات السياحيه العملاقه الدوليه. انا بعتبر ان هذه الصفقه سوف تجذب ليس فقط اموال، لكن هتجذب مؤسسات ومشروعات ذات طبيعه فيها كواليتي وفيها جوده مصر تحتاجها في قطاع السياحه، وهتستورد مصر السياح او هيتم تصدير اليها السياح انا بعتقد بشكل اكبر من خلال هذه الاستثمارات الاماراتيه، لان المستثمر مش فقط هيجي يعمل المشروع بتاعه لكن هيجيب السياح والتسويق معاه. اذا الامر ليس فقط فرص عمل ولكن ايضا تبادل خبرات. يعني ايضا رئيس الوزراء اكد ان هذه الصفقه هي بدايه لصفقات جديده وفتح انطلاقه للاقتصاد المصري. كيف ترى ذلك والى اي مدى؟ طبعا تبادل الخبرات مهم جدا، وانا باكد على هذه النقطه. يمكن احنا عارفين ان دوله الامارات يمكن مميزه جدا جدا في الكواليتي وفي الجوده وفي الحوكمه وفي اداره البيانات والبلوك تشين. الحقيقه عملوا طفره كبيره، هذه الدوله الصغيره عملت طفره كبيره جدا في سنوات قليله جدا. يمكن حتى دوله الامارات وحكومه دبي تتعاون مع مصر في مجال التطوير الاداري وجوائز التميز على مستوى الحكومه. الحقيقه دوله الامارات في المستوى الحكومي الحقيقه من الجهات الرائده في الجوده وفي التنافسيه. ارجع لسؤالك، انا فعلا بعتقد ان هذه الفرصه هتكون فرصه كبيره جدا للتعاون ما بين الدولتين، والتعاون قائم في مجالات عديده ليس فقط في الاستثمارات. وانا بعتقد ان هذا التعاون الاستثماري في مجال الاستثمار المشترك والمشروعات المشتركه، تاني باكد ان ده بيلر او يعني نقطه من نقاط كثيره جدا في لوحه التعاون الثنائي المصري الاماراتي الاقتصادي والسياسي والفني، وليس فقط على مستوى المشروعات والبنيه التحتيه. نعم دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.